اللي بغيت نقول هو بالنسبه للقانون الماليه، حنا في شهر شتنبر عطينا اقتراحاتنا كتوجيه للحكومه، يعني ما انتظرناش قانون الماليه باش عاد نجيو نتكلموا. عطينا عده اقتراحات يعني في المحاور الاساسيه اللي تنشتغلوا فيها، وهي دعم الطبقه المتوسطه، يعني تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه، دعم المقاولة الشابة، خاصة الشباب وخاصة المقاولات المصدرة وإلى آخره. إذن أعطينا اقتراحات وجينا من بعد شاركنا مع الفرق البرلمانية ديال حزب الاستقلال في الاقتراحات في تحليل قانون المالية ديال 2020، وكذلك في اقتراحات التعديلات. والآن تنعطيو الخلاصة ديالنا من شفنا القانون داز في الغرفة الأولى، وتنعطيو يعني النظرية ديالنا بالنسبة باش وصل هذا قانون المالية. وبصفة عامة قانون المالية حقيقة فارغ، ما فيهش يعني قرارات قوية أو اللي غادي تعطي يعني ولا للطبقة المتوسطة ولا للمقاولة الشابة ولا للمقاولة بصفة عامة يعني واحد ثقة في المستقبل وفي الاستثمار. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.